جدا كبيره لان بعمره ما اخذ الكاس. حالة الطرد مستحقه كابتن؟ انت شفت المباراه وشفت الحالتين. شفت المباراه يعني ممكن انا اقول لك يعني كان مقدر مو احمر انا اقول لك يقدر ينطي اصفر للحكم، لكن بقوة تقدير الحكم ووجهه نظر الحكم. المشكله هنا مو بطرد، المشكله انت بعد الطرد يا ما فرق انت تسع لاعبين شلون تتعامل انت. لا مو هو الطرد ايضا حتى نكون واقعين اثر على المستوى. اثر هو طرد. هسه خذت راي كابتن حيدر، يعني تقديرات الحكم ما تقدر انت تجزم بانه هذه الحاله تستحق او ما تستحق، يعني تقدير الحكم هو الاقرب هو الاعرف لتقدير الحاله وبيان اشهار بالنسبه للبطاقه الحمراء. من تخسر لاعب مؤثر محترف لابد ان ياثر على مستوى الشرطه بالمباراه. انا ضد هذا الشيء، ضد هذا. عند لاعبين وخزين قلت لك اكو بعض اللاعبين شايفين حجمهم، انت من تيجي تلعب اليوم لاعب